لا في الوطن العربي بصيت وفي له ازاي؟ افريقيا يعني لما تبقى انت ولد صغير جاي من مدينة السلام وبتاخد ال5 جنيه من والدتك، بصيت لابو تريكة ازاي؟ يعني لما شفت ابو تريكة داخل بصيت له ان هو ايه؟ يعني ابو تريكة جاي ده ايه؟ ايه؟ نجم ما كبير. كانش لسه برضو، يعني لا يعني ما بس كانش لسه ساعتها الامور يعني حتى يعني ساعتها يعني انا فاكر ساعتها كابتن ابو تريكه ضحك، يعني ضحكه يعني الناس كلها حتى على ابتسامه كابتن ابو تريكه كله فضل يضحك في الملعب في الاستاد. كان ما اعرفش كان واقف مع حد من المصورين او كان واقف مع حد، فكانوا بيعملوا حاجه، المهم ضحك ضحك يعني الضحكه بتاعته كانت صوتها عاليه، صوتها كانت عاليه، فكله فضل يضحك يعني من غير اي من حاجه. غير اي حاجه، اللي هو اصلا كابتن ابو تريكه لوحده الناس اصلا بيشوفه بيضحك من ابتسامته. فانت متخيل بقى اما بيضحك كله بيضحك، يعني انت ما تعرفش في ايه بس انت بتضحك معاه. فيعني انا ما كنتش مصدق يعني اليوم ده، حتى انا التيشيرت بتاعي روحت بيه، انا فضلت السوري اسبوع السوري يا التيشيرت نهار اكتر. ابيض يا نهار ابيض. فحتى التيشيرت دوت انا قعدت اسبوع مثلا بس فاكره. مطنشك هو يا ابو تريكه، بص مطنشك ازاي. لا كان بيضحك هو، لا لا مطنشك لا لا بصراحه، لا معلش يعني مطنشك. بص الناس اصلا واقفه ورا ازاي، ده انا لحقت خدت الصوره في وسط الملعب. ف بس انت برضه حسين بصه نجم يعني. ها الحمد لله. واقف جنب ابو تريكه بقى. طبعا. لا دي صوره، لا صوره جميله جدا. ده طبعا هنا كان عندك كام سنه؟ كان عندي ساعتها 15 سنة أو 14 سنة. ياه. كنت صغير لسه. لسه كنت صغير. فساعتها بقى طبعا يعني كانت حاجة كبيرة، يعني صورة للتاريخ. طبعا صوره تاريخيه طبعا وما زلت طبعا محتفظ بيها. طبعا انا بقول لحضرتك التيشيرت اصلا قعدت اسبوع ما نايم بفرجه جنبك. للناس، بفرجه للناس بس، يعني كل باخده معايا المدرسه، رحت المدرسه مخصوص عشان اوريه للناس لحد ما الصوره جت لي. ما كانش ياه. معايا تليفون، فصاحبي قعدت مثلا شهر وشويه، قعدت شهر وشويه لحد ما خدت لحد ما خدت الصوره، يعني شهر ده وشويه. مين اللي ما كان كان واحد صاحبي 2006 معاه تليفون، لا كان واحد صاحبي موبايل. معاه تليفون موبايل، فاخدت منه. ما كانش طبعا معايا، مش عارف اخد تليفون، ما كانش معايا تليفون لحد بقى ما ربنا كرمني بقى وخدت تليفون كده. بعد كده راح بعت لك عليه بعت لي عليه بعت لك عليه بلوتوث. الصوره، بقى والصوره معاك لغايه دلوقتي؟ معايا لحد طب دلوقتي. كويس والله، طبعا يعني حاجه بتعتز بيها. طبعا طبعا يعني. بعد كده بقى، بما اننا بنتكلم عن ابو تريكه، بعد كده لما قابلته مش وانت صغير، لما كبرت وبقيت حسين الشحات، قابلته لما لا ما قابلتوش، خالص هو كلمني بصراحة. كلمك في التليفون؟ لا كلمني، كلمني بعد مباراة، أول مباراة في كأس العالم للأندية، لما كنت في العين. كنت في العين كلمني. طبعا هو كان في الاستوديو التحليلي، تحليلي مع بي ان كلمني. سبورتس. حتى المباراة دي يعني أول مباراة أصلا كنا خسرانين 3-0، فكانت مباراة غريبة و3-3، والحمد لله ربنا هنتكلم عن كرمنا. النقط دي كلها، بس بتكلم على ابو تريكه. لا هنتكلم طبعا عن كابتن أبو تريكة بقى، كان يوصل بقى لكأس العالم. ساعتها كلمني بارك لي، قال لي على الأداء، بارك لي على الأداء، قال لي كويس وزي ما أنت كانت أول وكمل مرة على كده. يكلمك من ساعة الصورة؟ فقال لي بالتوفيق دايما وانت ماشي كويس وربنا يكرمك دايما ان شاء الله. وكان ساعتها الحاجه كمان تعبت، من طبعا اصلا كله الناس كلها كانت تعبانه. الحاجه طبعا. تعبت ساعتها، كانت موجوده في الاستاد هي وزوجتي واولادي واخويا وصاحبي كانوا موجودين، فتعبت بسبب الضغط العصبي اللي كان موجود اصلا على الناس كلها. فاطمن على الوالده وبارك لي وكده والله هي دي والله. المرة الوحيدة اللي كلمك لا فيها وكلمني طبعا بقى الحمد لله، بعد كان كده بيبارك لي كل يعني. مباراه، كان طبعا بيبارك لي طبعا ويحيينا على الاداء. لما جيت الاهلي يكلمك كان له دور يعني ان هو يكلمك او اي حاجة ولا لا؟ هو كفايه البوست اللي رفعه دي كانت عندي بالدنيا كلها على تويتر قلبت الدنيا. طبعا. انا اتفاجئت اصلا، يعني انا كنت قافل السوشيال ميديا وبعد كده بفتح كده بالصدفه لقيت كابتن ابو تريكه منزل تويتر، لان طبعا يعني لقيت حاجه حاجة مش غريبه طبيعية. باسمي طبعا. كان كابتن ابو تريكه يعني بيبارك لي لعيب جه للنادي الاهلي، فدي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ما كنتش عارف اقول ايه. طيب هنرجع نتكلم تاني مدينة نصر، أنت كنت في مدينة